السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين. بقناة صالح العتيبي. طبعا اليوم عندنا ردة الفعل عن مباراة الهلال والنصر. زي ما قلت أنا بالفيديو هذاك، ادخلوا بقناتي وشاهدوه. طبعا اليوم راح نسوي المباراة، اليوم راح أسويها كاملة المباراة بإذن الله الواحد الأحد. ويلا على المباراة. بدينا المباراة الشحيقة والنارية، طب أنا راح أبث المباراة كاملة. بسم الله. الهلال والنصر يا ولكن هذه إخوان، التوتر. المدرجات التي أربعة تقف مع فريقها ثلاثة وتأتي اثنين بعد واحد تعادل بدأت مع المباراة. الخلود وخسارة بسم في الله. كأس طبعا الملك يا إخوان، وخروج أمام السعودية التعاون تطورت بسبب وتنتظر بالتالي ولي العهد فقرة تأتي في محمد هذه بن اللحظات. سلمان. تحياتي محدثكم فارس طبعا عوض، تعود حتى كابتن ظهر الكرة في نص العالم الملعب، تعود الكرة مرة أخرى. لقاء تطور مشاهدينا متابعينا السعودية يجتمع بشكل كامل فيه كل ما شاء الله. عناصر الإثارة طبعا يا والمتعة، إخوان، كل وهنا من نخش انتظر على الفجر المباراة. يا بداية بسم الله. هذا الديربي، أهدافه، لقطاته، فرصه، جمالياته، طبعا يا مهاراته، إخوان لاعبينا، المباراة هذه نجومه، مرة قوية. أجواء كبيرة جدا تسبق طبعا النصر هذا خسر الديربي أمام والكرة العالية التعاون وطلع والسريعة من كأس التي الملك. تأتي، ولكن الكرة بعد خلاص ذلك تصل ودع إلى النصر، خارج ودع الملعب. أذكر السادة المشاهدين ودع بأن هنا فريق النصر عن طريق بالدوري مدرب بيولي يبدأ بالدوري ببينتو في حراسة المرمى، وما سلطان في الغنام في شو مكان اسمه نابورت، نواف بوشار، بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، طبعا كل اوتافيو، الكلام تاليسكا، طبعا ساديو ماني، وكريستيانو وتاليسكا. تاليسكا يا لا 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 لا، هذا بيان الديربي رهيب. انا هلالي ما شاء الله رهيب. الهدف ما زالت هناك ذخيرة، شكت سلاح النصر يبدأ من كتف كاسترو إلى يديك يا بيولي. اضرب به يا اخوان، للعالم، اضرب، اضرب به للعالم، اضرب. دقيقة يا رب، 15 مدري الدقيقة، يا للبداية، لا يا للبداية، 16 تنسكا يصوب. دقيقة كم يا اخوان، تنسكا الهدف الفنان، صفر يحتفل بها. والله عرقتوا حبتين ولي المباراة. شوف ولد الكرة، شوف التمريرة، لم يكن متسللا. تنسكا استلام، تنسكا تصويب، ميسي ما يسوي زي كذا. هناك والله ذخيرة، ما زالت هناك ذخيرة، يا للسلاح النصر، يا للمقاتل النصراوي الذي يخص شريط الديربي في دقيقتين. شو زي كذا يعني؟ شوي تصويبة بعيدة، الكورة بعيدة، طلعة في الزاوية. والله يا اخوان صعبة، صعبة تنسكا. انا نصراوي سدس اهداف. بسم الله. الهدف الاول ولعت المباراه، نار نار على الشرار. الهلال ما شوف، يلا يلا انت مالكم، حاول مالكم، صور يا عيال. يا هلال يا عيال، والله يا هلال. انا قاعد اتكلم، قاعد اشوف الكلام الأساسية والكرة بترجع في مكان عالية طويلة سريعة، والكرة تصل في الجهة اليمنى إلى السلطان الغنام. طبعا يا اخوان، الثاني قد يأتي. يا رب، ما زالت الكرة، كريستيانو صوب، يا اخوان اليوم الحارس المرمى يشاهد من خلالها بروزوفيتش. في هذا التوقيت يتهدم بروزو، بيلعب له كرة راسية. يا رب، الكرة بتضيع من جانبي تاليسكا. يا للديربي، يا للديربي، حد يطلع بالحضور التعاون. لا وبعد يريدها من مسافة بعيدة، نشاهد هذه المشكلة. ركلة الجزاء تحت فوق الدقيقة 93، لكن الكرة وسجلت عاد التعادل الحمد لله. شوف كريستيانو لا تتوقع ابدا، لكن الكره ايضا بتتلعب. ليش انت ما بسيت مباراه الهلال والعيد؟ مالكم بيلعب لك كره باتجاه والله شرتها في نص الملعب. يحاول فريق الهلال بناء هجمه، هنا الامور، هنا الحل الفردي، هنا كارت اصفر، هنا الحكم الالماني وبروزوفيتش. كانسلو الى محمد القحطاني، وقوف على الكره صغير لكنه ينتظر موعدا كبيرا. مالكم بيرسل لك كره، مالكم بيلعب لك كره في مكان الى سالم، سالم يتقدم، سالم الى مالكم، صوب بعد ذلك الى خارج الملعب. اريد ان اذكر معلومه عن مالكم اللي من أظهر إعادة الكرة باتجاه ياسين بونو لمحاولة إخراج الكرة وعودة الهلال من جديد إلى هذا الديربي. سافيتش بينزلها، وصلت إلى مالكوم، مالكوم تقدم، والله حاول، سالم استلم، سالم صوب. يا رب،
أوه سندت إلى مركم وصلت بعد ذلك عن طريق الأودي من جديد. شوف النقلات، شوف التمريرات، سالم يتحرك، سالم يتقدم، سالم يخترق، سالم يصوب، لم يقص ولم يقص سالم يجمعهما. قد يتقابلان في آسيا أيضا، قد يتقابلان في بطولات أخرى. نشاهد ونتابع هذه الكرة الثابتة في مصلحة الهلال، وكرة ثابتة تنفذ الآن، راسية تأتي، المحاولة من سالم ولكن بعيدة، بعيدة من سالم الدوسري، ترجع إلى خارج الملعب، غير الاتجاه، يريد الخروج بالكرة، إسياما كان مع مالكم، صاروا ثلاثة الآن، الكرة ترجع في مكان إلى محمد القحطاني، مجهود كبير كان من مالكم، بيلعب الكرة إلى كانسيلو، والله يقدم أداء كبيرة، إبعاد الكرة، إنذار لساديو ماني في هذا التوقيت، 1-0، والكرة ترجع، الذي قصى شوطة ديربي، يريد الآن أن يحاول مع كريستيانو يحتسب عليه حكم المباراة خطأ في هذا التوقيت. الكرة ترجع مرة أخرى، جيسوس يبدو غاضبا والنصر يحاول، الكرة ترجع مرة أخرى إلى بروسو، بروسو في مكان، المحاولة تأتي وتفيو عرضية، تلسكا إلى بروسو، صور تسويبا يا رب، يريد أن يفعل ما فعل في شوط المباراة الأول بذلك الضغط من البداية. الكرة ترجع لمقطوعة، سارت إلى سالم الدوسري حتى من واحد من الثاني، يا للمجهود يا للخطوات. هناك إنذار لعبدالله الخيبري، كثرة الكروت الصفراء حتى ممكن العرضية، العرضية أوتافيو لو كسر، أوتافيو لو عدى، أوتافيو لو مرر، وصلت إلى دانسكا، دانسكا وقف، دانسكا حاول صوب دانسكا. المباراة الكرة بترجع مرة أخرى في مكان إلى ماركوس ليوناردو، إلى ماركوس هدف محقق والله ما بين قائمين. بروزوفيتش الآن، أي قنبلة، الكرة العرضية تأتي بعد ذلك مرتدة، لكن التصويب تأتي، تلسكا في المكان، تلسكا لو وقف، تلسكا لو عرض، ممكن العرضية، يا سيامكان، هل تريد أن تقوم بمرتدة يا للمباراة فريق الهلالي عبر الأسابيع الماضية ويتوقف في محطة الأول بار للمرة الأولى. الكرة العرضية من جانب اللاعب أوتافيو وصلت إلى ساديو، ساديو وقف، ساديو حاول، لعب على لاعب مع كانسيلو في صراع البريمير ليج. الكرة العرضية، الله الله، مستحيلة مستحيلة اللقطة، كانت ستذهب إلى تلسكا لكنها ضاعت. الله على عادة إلى سالم، وصلت إلى بروزو، بروزو للنصر، بروزو لكريستيانو، صواب يا رب، اتوقع علي يا اخوان.
في اللقطة الماضية يا طارتولو يا حمي الفردي، الكرة تعود والعرضية تأتي والكرة وصلت أقصى اليسار إلى السري، تعود الهلال من جديد تطويبة بعيدة بعيدة، ضاعت اللقطة يا لودي يا ليلى، مالكم خطير مالكم في تغيير الاتجاه، وصلت إلى الأخطر دائما، الله الله العرضية قد تأتي الراسية يا يتغير المظهر ويبقى الجوهر، يتغير الموعد المكان المناسبة ويبقى ثبت ويبقى ثبت، ويعود الشنب يعود الشنب يا للهلال يا للهلال يا للقطة يا للقطة، يرفضون الخسارة في هذا الديربي، يرفضون الخسارة في هذا الديربي يا للعرضية، ثبت من لقطة واحدة في الشوط الثاني يعيد الزعيم يا لودي أي عرضية، من مالكم إلى سالم إلى لودي صناعة أخرى من نسخة لودي، الشنب يعود الشنب يعود الشنب يعود في الوقت الذي أحتاج فيه إليه يا للكرة، شوف الكعب انظر إلى لودي هرب من بين الجميع يراقبون ويتركون الثبت، إنه يظهر في موعده يغير اللوك لكن يبقى ثبت يبقى ثبت، كم من اللقطات كم من اللحظات كم من الكرات كم من الأرقام يا للرأسية يا للرأسية، ألم أقل لكم الهفو في هذا الديربي بهدف، الهفو في هذا الديربي بهدف، ألم أقل لكم الخطأ في هذا الديربي يكلف الكثير، هذا الثبت هذه الصرخة هذه الاحتفالية هذا المدرج هذه السعادة الكبيرة، الكرة بترجع في مكان وصلت إلى بوشار، تعود الكرة إلى لودي والله شوفوا تابع هذه الكرة يا عيال أسيست جلود هذه اللقطة، رمية تماس مشاهدينا متابعينا تنفذ، سالم الدوسري بيلعب الكرة وصلت إلى لودي والكرة العرضية لكن الكرة المقطوعة، تعود الكرة من جديد إلى تاليسكا يحاول تاليسكا ولكن الكرة بتتخلص، الكرة بتبعد من جانبي علي البليهي، واحتجاج أيضا من المدرجات وغضب في اللقطة الماضية، رمية تماس مشاهدينا الدقائق الأخيرة لم يحقق الأعصاب يا أعصاب يا لهذا الرجل يا لهذا السبعيني يا لجسر وعن ساديو مانين وشادو لكريستيانو في نص الملعب الكرة اللي تتحول مرة أخرى هنا الكرة باتجاه وتافيو سير مشاهد الآن تعادل يا إخوان يا إخوان العرق بينزل التعادل ايه زي كذا على طول تنهيها الهلال خلاص الحين فرحه الحين فرحه خلاص واحد واحد مو مثل ما كنت بكتب الحمد لله هنا وصلنا نهايه المقطع الحمد لله المباراه انتهت في التعادل تعدينا سلسله انتصارات الاهلي هم 55 وحنا 56 تعديناها الحمد لله تعديناها اخذنا بس نقطه بس على طول فزنا الحمد لله وهنا وصلنا نهايه المقطع لا تنسون اللايك لايكاتكم واشتراكاتكم السلام عليكم.